بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. علمنا رسولنا ازاي نواجه المواقف الصعبة والأزمات، وازاي المسلم يتعامل بحكمة والتدبير في معظم الأوقات. علمنا رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام ازاي نواجه ونعالج كل الصعوبات. قال لنا ان الإسراف معناه إتلاف، وان الوسطية والاعتدال من الضروريات. ازاي كان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيواجه الازمات؟ ده اللي هنتكلم ان شاء الله عنه النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. بنقعد نشتكي ونقول احنا بنمر بازمات صعبة، واحنا عندنا ابتلاءات شديدة، احنا عندنا مشاكل في حياتنا، وكل ما نقوم نتكعبل ونقع وحاجات كتير وشكوى كتير جدا. بس ازماتنا تيجي ايه جنب ازمات الرسول عليه افضل الصلاة والسلام؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما يسمى بإدارة الأزمة غير إدارة الأوقات العادية، وتقريبا معظم الناس شبه حياتهم إدارة أزمات. هو كلمة أزمة أصلا يعني إيه في اللغة العربية؟ يعني إيه؟ عارف حضرتك أزم الأمر يعني اشتد، اشتد وضاق، وأزم القوم يعني أمسكوا. وعارف حضرتك لما حد إيه يضغط على أسنانه كده يقول له أنت بتزوم كده ليه؟ دي جاية من الأزمة. ليه؟ لأن أصل كلمة الأزمة أيضا العض بالأسنان كلها، فيها وجع وألم بالضبط، وفيها شدة وضيق. ده الأزمة في اللغة العربية. هل وردت في السنة؟ وردت. لما واحد، ودي أزمة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع كان ينفع نتكلم في الصلاة، يعني بنصلي جماعة في المسجد ورا سيدنا النبي وحد عتص أقول له يرحمكم الله، يقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم، الله أكبر، ده كان في البداية، كان مرحلة من مراحل التدرج في التشريع. واحد من الصحابة اسمه معاوية بن الحكم السلمي علم هذا الحكم وعاد إلى باديته، عايش في الصحراء غابة، الحكم تغير وهو لم يعلم، ورجع للصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه على الحكم القديم. فدخل في الصلاة فواحد من الصحابة عطس حظه، فهو بقى تقربا إلى الله قال له يرحمكم الله، فين؟ في الصلاة والحكم تغير. فاستغرب الصحابة فسكتوا، فالراجل إزاي ما يردش عليه؟ قال له يرحمكم الله، ما ردش. فثالث مرة يعني كأنه بيقول له يا أخي بقول لك يرحمكم الله. فالصحابة جم جعلوا يضربون على أفخاذهم عشان ينتبه، لما الواحد يضرب على فخده قوي كده يبقى فيه مشكلة، فيه أزمة. فهو معاوية بن الحكم السلمي يقول فلما رأيتهم، الحديث عند الإمام مسلم، يصمتونني لكني سكت. فسكت وعلم انه كده هو عمل أزمة، لانه كاد ان يفسد على الناس صلاتهم. فلما خلص سيدنا النبي الصلاة قال من المتكلم؟ خلي بالك من النص بقى، فأزم القوم، ادي نص الأزمة هنا، فأزم القوم يعني امسكوا تماما، لو رميت الإبرة ترمي، لان الكل ايقن ان فيه أزمة. أزمة. يقول من المتكلم؟ حدش يتكلم. أزم القوم، من المتكلم؟ قال بقى ما بدهاش. قال أنا يا رسول الله، وخايف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأنك ده وقتك مع ربنا، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وكان ينفع نتكلم لحد ما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قانتين خاشعين، قانتين صامتين، قانتين ساكتين. فخلص سيدنا النبي الأزمة بالتوجيه والتعليم. فمعاوية بن الحكم السلمي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. من إعجابه بسيدنا النبي عايز يدعي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده قدام أزمة تانية صلح مباشرة، قال له ضيقت واسعا، هلا قلت اللهم ارحمنا جميعا. وعالج سيدنا النبي الأزمتين بالتوجيه والتعليم والرفق واللين. خرج معاوية وهو بيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني
ولا زجرني ولا ضربني، ولكنه قال لي كذا وكذا. يعني كان بيتعامل مع الأزمات باللين والهدوء الشديد جدا، مش بالعصبية والشدة، على حسب الموقف، لأنه ممكن في أزمة تحتاج الشدة، وممكن أخدها بالتدريج. يعني أقول لحضرتك أزمة حصلت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا الزبير ابن العوام ابن عمة سيدنا النبي. حصل مشكلة ما بين سيدنا الزبير واحد من أسيادنا من الأنصار، المية جاية من عند حضرتك فأرض سيدنا الزبير جنب سعادتك وأرض الأنصاري عندي أنا، يبقى المية هتعدي على أرض مين الأول؟ أرض سيدنا الزبير. فالأنصاري لا، أنا لسق الأول. فسيدنا الزبير قال له أسقي أنا أولا ثم أرسل إليك الماء، قال له لا، قال له طيب الماء يمر عني أنا الأول، يعني عدي عندي الأول، فأنا أحق بالماء قبلك، قال له لا. فحصلت مشكلة، طب تعالى نحتكم لسيدنا النبي. فسيدنا النبي لما علم بموقع الأرض هنا وموقع الأرض هنا قال يا زبير، خلي بال حضرتك من الحكم بالفضل والتدرج وباللين. طب اللي ما يجيش باللين في شدة، زي احنا بنقول كده اللي ما يرضاش بالخل يرضى بشرابه. اول مرة اسمعه. ايوه هو كده، ما هو انا الفضل ما نفعش الفضل يبقى العدل. خلاص بقى. فسيدنا النبي قال يا زبير اسقي، اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك، يعني اسقي بسرعة ما تستوفاش حقك قوي، اسقي ولو بنسبة 60% وخلي المية ترسل بسرعة لجارك. فالجار زعلان وغضبان، قال لي يا محمد يا رسول الله حكمت له أن كان ابن عمتك عشان قريبك؟ طبعا ده كلام ما طبعا، بس هو غضبان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زعلش منه ومسك له على الوحدة، وإزاي تقول كده وأنا رسول الله وأغضب؟ لا 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 خلص خلص خلص. بس رجعنا للحكم بقى، بلاش الفضل يبقى العدل. قال له اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الماء الجدر، خد حقك 100%، ثم أرسل الماء إلى جارك. طالما ما رضيش بالفضل يبقى نرجع لإيه؟ لأصل العدل. بقى الكلام العدل فيه بالضبط، يبقى فيه شدة هو. يبقى على حسب درجة الأزمة، على حسب درجة الموضوع، لأن الأزمة لها مراحل ولها عناصر ولها خصائص. وأنزل الله قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى دي واحد. اثنين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله، من هنا نعلم يعني ايه انا ادير ازمة. فانا ادير ازمة تبعا لمرحلتها. طب ما انت قلت الازمات هي ليها مراحل. طبعا. ايه بقى؟ ايه اللي ايه؟ الازمات ولا المراحل؟ لا قول لنا المراحل. شوفي حضرتك، الازمة بتمر بخمس مراحل. مرحلة الميلاد، واجيب لك دليل عليها. بدايتها. طبعا. تعلى شوية مرحلة الانتشار. تعلى شوية مرحلة النضوج والتمكن. انزل الرابعة مرحلة الانحسار. الخامسة مرحلة التعافي. نقول تاني. الأزمة تتولد من صورة، من خبر، من فيديو، من أيا كان، من كلمة، أيا كان، مظبوط. بعد الأزمة لو أنا عالجتها في البداية خلاص اتقتلت، طب سبتها تبدأ تنتشر. مع الانتشار، لو سبت الانتشار، كل مرحلة من هذه المراحل يا أستاذة لمياء تحتاج إلى موقف، تحتاج إلى تعامل. أنا بتهالي كل مرحلة لو سبنا الانتشار، كل مرحلة بتتولد من بعد الانتشار هي أزمة جديدة. مظبوط، هي اشتداد للأزمة بقوة وتحكم ونضوج وقوة. فهي ميلاد، ثم انتشار، ثم الذروة النضوج والتمكن، ثم ننزل شوية الانحسار، ثم التعافي. خمسة، ميلاد، انتشار، نضوج، انحسار، تعافي. اتولدت الأزمة. ممكن تتولد منين؟ من كلمة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأزمات عالجها من أول الميلاد. زي إيه؟ الحديث في الصحيح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الزرع؟ الله. من خلق الكواكب؟ الله. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليتعوذ بالله. الله، ده كأنه سيدنا النبي بيقول لي خلي بالك الكلمة دي من خلق الله، ده مرحلة ولادة أزمة. انتبه انتبه. طب اعمل ايه؟ اعمل حاجتين. شوف علاج الأزمة من الميلاد. علاج الأزمة منين؟ من الميلاد، لسه بتتولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتوا الأزمة.
قتلت الأزمة ولا أسترسل في الوساوس. يبقى سيدنا النبي قال لي عالج الأزمة دي بأمرين. الأمر الأول التعوذ بالله واللجوء إلى الله عشان يبعد عنك الشيطان. طب والمرحلة الثانية ما تسترسلش، ما تكملش، ما تمشيش، ما تكبرهاش. بالضبط، الله ينور عليك، دي اسمها إيه؟ ولادة أزمة. زي بالضبط حضرتك الخواطر، الخواطر هي بذرة الشيطان وولادة أزمة في قلب الإنسان. لو أنا من البداية قتلتها خلصت، طب لو لم أقتلها تبدأ تتطور تكبر. نعم. طيب ناخد التليفون. أم عمر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا أستاذة إلميان؟ الحمد لله بخير. والله أنا بحبك جدا جدا وربنا أعلم، أنا بستنظرك دايما أنا وبنتي. ربنا يخليك يا حبيبتي، نورتينا. والحمد لله اللي قدرت أتوصل لحضرتك. أهلا وسهلا بك. زي حضرتك يا شيخ رمضان. الله يسلم سعادتك، أهلا بك. ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ رمضان، وأنا يعني بعز حضرتك وبحبك في البيت. الله يكبر خاطرك وخاطر أولادك وخاطر جوزك. ودعي لي لبنتي والأولاد يا شيخ رمضان، ربنا يبارك لك يا رب. حاضر، ربنا يا رب يجعلهم يعيشوا كده مستورين ومنصورين. أمين يا رب. أنت وولادك وولاد جميع المشاهدين. أمين. يا رب العالمين. أمين يا رب. ربنا يخليك يا شيخ رمضان. طيب أنا بس معلش أقول سؤال لحضرتك بس تسمعني، يعني أنا إيه متفاجئة إن أنا بتكلم معك. على مهلك خالص وإحنا سمعينك، اتفضلي. انا والدتي يعني من قيمه 3 سنين كده قالت لي خدي ال 10,000 دول ورثكوا في البيت. احنا البيت 3 ادوار. ورث مين؟ ورثنا في امنا وابونا مات. لا، انت ومين؟ انا واخواتي 3 بنات، انا واخواتي 3 بنات وولد. ماشي. فهي قالت خدي ال 10,000 دول، بس دول امانه عندك ما تقولش لاخواتي. فقلت لها ما ينفعش يا امي ان انا ما اقولش لاخواتي، لازم اعرف. طب وهو ده؟ طب هو ده ميراث والدك؟ اه يعني البيت يساوي 10,000 جنيه؟ لا، هو ما قدروش البيت. امال هي حسبت المبلغ ده على اساس ايه؟ على اساس ان هي سالت شيخ، بس انا عارفه ان هي ما سالتش ولا حاجه، بس هي قالت عشان ايه؟ دي تخليها عندك، دي امانه عندك، لما اموت تقولي لاخواتك ان دول ورثكوا في الثمن بتاعي، في ثمن البيت. فهمني يا شيخ رمضان؟ لا انا مش فاهم بالظبط. انا عايزه استشير حضرتك، انا دلوقتي عايزه ارجع لها الفلوس تاني. هي والدتك عايشه؟ اه موجود. رجع لها الفلوس وكل واحد ياخد حقه وتحلت المشكله والازمه. يعني كده قولي لها اتفضلي يا امي ال 10,000 دول ما ينفعوش، اتفضليهم. ما هي هتزعل اكثر على فكره لو سبتي الوضع على كده. بالظبط. بس هي هتزعل يا شيخ رمضان. بوسي ايديها ورجليها، واللي يزعل من الحق معهوش حق. سمعاني؟ اللي يزعل من الحق معهوش حق، اعتبريها من مأسوراتي. ربنا يخليك. أيوة. شيخ رمضان، بوسي ايديها ودماغها ورجليها وراضيها وقولها ده حق ربنا يا امي. بعد 3 سنين يا شيخ رمضان ان شاء الله يكون بعد 100 سنه الحق. لا، عشان الحق. سيدنا عمر كان يقول الحق، الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. صح. انت قلت ايه الجمله اللي قلتها؟ اللي يزعل من الحق معهوش حق. حلو قوي، حلو قوي. فضلت الشيخ، واحنا بنتكلم عن الازمات، من اكتر الازمات اللي ممكن اي حد يقع فيها الحوجه. بعد عنه عنك ويا رب ما يكتبها على حد، ما يحوجنا ولا يحوجنا على كل الناس يا رب. ابدا يا رب. آمين العالمين. يا رب. وانه يحس انه قليل حيله، وانه غير قادر انه يكفي ولاده وبيته، وان ولاده يبقى نفسهم في حاجه وهو مش قادر يجيبها لهم. دي انا بشوفها انها من اشد الازمات اللي ممكن اي حد يقع فيها، ان ابنه او بنته، ودي شفناها في حالات كتير جدا، نفسي في كذا، نفسي أدوق كذا، نفسي أكل كذا، نفسي ألبس زي صحابي، نفسي أروح المدرسة شايل شنطة، نفسي أروح بلبس المدرسة كويس، أين كانت الأزمة المادية اللي ممكن يكونوا فيها عاملين إزاي؟ يمكن إحنا دايماً بنتكلم في فقرتنا مع جمعية البر والتقوى المصرية عن المبادرات الكتير اللي بيقوموا بيها، من خلال أنهم يساعدوا الناس، من خلال أنهم بيعملوا نوع من البحث المستمر للحالات اللي ممكن تكون محتاجة أجر وثواب اللي يشارك ولو بشيء بسيط جدا، فإنه يكبر بخاطر إنسان. عايز تبقى من سيدنا النبي؟ دي جملة كبيرة أيوة، عليه أفضل الصلاة والسلام. منه؟ آه. والحديث في الصحيح في البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا على أزمة وإزاي الناس حلوها، وإزاي سيدنا النبي يثمن هذا الحل ويقول إن هم مني. إيه بقى؟ من هم دول؟ الأشعريين، قبيلة من اليمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، الإيمان يماني والحكمة يمانية وأرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة، وبيتكلم على الأشعريين
قبيلة من اليمن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأشعريين مني وأنا منهم. شوف المفاجأة والمكافأة. طب ليه يا رسول الله؟ كانوا إذا أرملوا أو قل زادهم. يعني إيه أرملوا؟ افتقروا، فيش حاجة، أو قل الزاد، يعملوا إيه؟ جمعوه في مكان واحد ثم اقتسموه بالسوية. يعني القبيلة دي في أزمة، فيهم الغني، فيهم المتوسط، فيهم الفقير قوي، فيتجمعوا مع بعض، جمعوا كل الأكل والزاد اللي عندكم في البيوت ويتوزع بينهم، ويجوا حاطينه قدامهم كده على مفرش كبير، فالغني جايب كتير والمتوسط جايب متوسط والفقير ما عندوش، فيقعدوا يجمعوا كل الزاد ويقسموه بالسوية، الغني والمتوسط والفقير سواء، كلهم أخذوا زي بعض، ويفضلوا يتكافلوا ويتواسوا فيما بينهم ويتعاونوا إلى أن يعبروا الأزمة. الله. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا منهم وهم مني. فاللي هيساعد الناس في أزماتهم، وحضرتك زي ما بتقولي من أكبر الأزمات بعيد عنا وعنك أزمة الفقر والاحتياج، حوجة. وفي أزمات إحنا حياتنا ممكن تبقى ماشية كده، بعدين في أزمة، بعدين ترجع تاني، في أزمة وترجع تاني، وهي دي الحياة، ما تمشيش على وتيرة واحدة أبدا. فإحنا في بعض الناس ممكن يبقى حياته كلها إدارة أزمة، هو فقير، هو معدم. عارف حضرتك حاجة اسمها الأخلاق المحمدية، السيدة عائشة، السيدة خديجة أمنا وستنا، بتلخصها ومكافأة. اللي عايز ربنا لا يخزيه لا دنيا ولا آخرة يقف مع الناس في أزمتهم، اللي عايز ربنا ما يخزيش ولاده لا دنيا ولا آخرة يقف مع الناس في أزمتهم. قال الله عز وجل عن دعاء سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب ما تخزيني أبدا ولا تكسفني أبدا، وخاصة يوم القيامة. وربنا يمتن على سيدنا النبي محمد وعلى المؤمنين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وربنا يقول على غير المسلمين لهم الخزي في الحياة الدنيا. فاللي عايز ربنا لا يخزيه يقف مع الناس في أزمتهم. صحيح. لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة خديجة زمليني غطيني، بيشرعش سيدنا النبي مما رآه. فالسيدة خديجة قالت له ما بك يا محمد؟ فحكلها، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، ربنا مش هيخزيك أبدا، أبشر يا محمد. ليه؟ عشان إيه بقى؟ خمسة يا ستي. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فاللي هيصل رحمه ربنا مش هيخزيه، اللي هيحمل الكل، يعني إيه الكل؟ حد تعبان، حد ضعيف، حد اللي هيشيل عن غيره، هيشيل عن غيره، الله ينور عليك، ربنا مش هيخزيه. اللي هيكرم ضيفه ربنا مش هيخزيه. اللي يكسب المعدوم، معدوم يعني إيه؟ حد بقى قعيد خالص، مشلول خالص، معدم الدخل تماما، أنا هجيب له المكسب، أنا هشيله، ربنا مش هيخزيك أبدا، وتعينه على نوائب الظهر. يعني راجل، راجل في الأزمات وفي ظهر الناس، وعندك مروءة وعندك شهامة وعندك نخوة، ربنا ما يخزيك أبدا. صحيح. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صائع المعروف تقي المصائب حسنة، يعني صنائع المعروف، يعني لما تعمل خير، كلمة طيبة خير، ابتسامة جميلة خير، انك تعالج مريض خير، معروف من مما امرنا به، انك تكفل طفل في التعليم، دي من صنائع المعروف. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الخير اللي بتعمله يحميك ويبعد عنك انت وولادك ميتة السوء. خايف على عيالك في هذا الزمن من حوادث العربيات، من الفيروسات، من الأمراض، من كذا، أكثر من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وحصنوا أموالكم بالصدقات. فأنت بتدافع عن عرضك، كأني بغلفه بالضبط، كأنك بتدخليهم في حصن حصين لله رب العالمين. أزمة كبيرة إن ربنا يغضب على حد. فتخيل حضرتك مثلا لو حد عمل تؤدى إلى إن ربنا يغضب عليه لأنه ذنب كبير، وتاب إلى الله عز وجل ويريد إنه ربنا يرضى عنه، الصدقة، تصدق، الله ينور عليك، لأنه ربنا في القرآن قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات الصدقات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب، تبعد عنك غضب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من الصدقات العظيمة قوي الصدقة اللي في السر. طب لو في العلن لا مانع طالما نيتك مظبوطة، لأن القرآن الكريم جاب الاثنين، قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، تبدوا يعني تظهروا
انا اطلع الصدقه قدام الناس ليه؟ اصلا انا شيخ والناس بيبصوا عليا، فعايز ابقى قدوه فالناس تشوفني، انا دي نيتي مش رياء. صح تمام. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بس انا لاحظت انه رتب الاجر والثواب على الاخفاء. وربنا في القران الكريم قال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. لحظه ليل ونهار وبعدين سر وعلانيه. السر نوديها عند الليل والعلانيه نوديها عند الايه؟ النهار. وأثبت للاثنين الأجر، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش مانع، بس الإصرار أفضل والخفية أفضل. يعني على قد ما تقدر لو خبي ما مش يعني ينفع ما تقولش او ما تظهرش، يبقى الافضل ان شاء الله. عمل في حياتك ان شاء الله خبيئه واحده بالظبط. برافو عليك. انت قلت ايه؟ خبيئه واحده. اللهم صل على النبي. ايه رايك؟ لغه عربيه فصحى ما شاء الله. ايه ده؟ حته كده على الماشي. ايوه بالظبط. ايوه سيدنا النبي قال النص كده، قال على كل مسلم ان يكون له خبيئه من عمل صالح. اعمل الاعمال اللي انت عايزها ونيتك حلوه زي الفل ونيتك زي اللبن الحليب، بس ايه رايك يبقى فيها عمل كده محدش يعرفه خالص؟ عارف ان شاء الله يكون استمتع ايه؟ استمتع بيه بينك وبين ربنا. أيوة. بقى انك بتعمله لوجه الله، فيش حد يعرفه ومحدش شايفك، هو بينك وبين ربنا. أيوة وبس. والله تخيلي حضرتك واحد كده ولد في الجامعه ابن ناس وظروفه الماديه حلوه، وعارف ان حد من اصحابه مش قادر يدفع المصاريف، وجا رايح كده دافع له المصاريف وسايب له الوصل هناك ومحدش يعرف. وممكن خبيئة. هو نفسه ما يعرفش مين اللي عمل كده. هم يعرفوش. خبيئه من عمل صالح. جاري واحده ست تربي ايتام، بعت لها خير من غير ما تعرف انا مين. وهكذا خلي دايما في عمل مستخبي لا يعلمه احد، لا يعلمه الا الاحد. الله والله قابل بها ربنا، يبقى علامه على الاخلاص وعلامه على الصدق مع الله عز وجل. طب انا لو خبيت والناس عرفت مش مني، من حد تاني خلاص ودعولي، هل ده يؤثر؟ لا ما يؤثرش. ده المفاجأة بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد من الصحابة قال له يا رسول الله أعمل العمل فأسره فيطلع عليه الناس فأجد في قلبي يعني أفرح بنفسي أفرح فرحان. فسيدنا النبي قال له لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، يعني ربنا يدي لك الأجرين. فواحد تاني بيقول يا رسول الله أعمل العمل فيمدحني الناس فأجد في نفسي. قال له تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني بشارة من ربنا بالقبول. ما هو طبيعي أنك تفرح لما تعمل عمل صالح. طبعا طبيعي تفرح لما تلاقي حسنة من الحسنات ولما ربنا يوفقك لده. طبعا لأنه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. أنا هفرح إن لم أفرح بالطاعة بماذا أفرح؟ صحيح. قل بفضل الله وبرحمته. صحيح. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المسلم من سرته حسنته وساءته سيئته، وإحنا مش ملايكة. فمن حضرتك حتى لو من المتقين ممكن الإنسان يعصي. صحيح. قال الله بس عز وجل بالضبط. ولذلك هو من ماحيات الذنوب، لو أنا حتى من المتقين وقعت بذنب من ماحيات الذنوب الصدقات. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من أهم الحاجات والمبادرات اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى المصرية وملف المياه، ملف كبير جدا وناس كتير قوي بتسعى وبتبقى بالفعل عايزة تشارك ولو بشيء بسيط جدا في المية. نعم. من الأشياء اللي الإسلام اهتم بها قوي، اهتم ببيان أهمية المياه وأهمية الحفاظ على المياه وأهمية صدقة الماء. ما شاء الله. ولذلك ما شاء الله حاجة تفرح. طبعا. الأسماء الكثيرة وإن لم يكن معلوم في الأرض فهو معلوم عند الله عز وجل. ونعم به. الله عز وجل يعلمه والملائكة تعلمه. أعظم ما يكون العمل ده. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو مصرف من مصارف الزكوات. يعني أعمل أي عمل من أعمال المياه وطلع زكاتي مع جمعية البر والتقوى. مبردات مية، وصلات مية، آبار، محطات، أيا كان، كل ده مصرف من مصارف الزكوات، وأيضا مصرف من مصارف الصدقات الجارية. الجارية يعني المستمر عملها طول ما هي شغالة أنت الأجر يصل إليك. والبني آدم يتوفى ويفضل الأجر شغال كأنه عايش في الدنيا بيعمل حسنات. وما أجمل بقى يا هانم أنه لما يعمل ما يعملش الواحد، يعمل له والغيره.
يعمل له ولوالده، يعمل له ولوالدته، يعمل له ولولاده. دي نقطة مهمة جدا. زي ما بنشوف كده الأسامي، أسامي كتير جدا محطوطة على حاجة واحدة، عائلة كاملة عاملين. ده ربنا يا رب يتقبل من الكل. أمين يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.